انطلقت صباح اليوم مسيرة احتفالية كبيرة في مدينة دبي للإعلام احتفاء باليوم الوطني الإماراتي 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيصادف يوم 2 ديسمبر كانون الأول المقبل. وتخلل الحدث الذي شارك فيه مواطنون ومقيمون في الدولة عددا من الأنشطة الثقافية المتنوعة، بما في ذلك العروض والرقصات الشعبية التي عكست غنى التراث في دولة الإمارات وغزارة إنجازاتها الكبيرة.